بعنوان دياب يطلب وظيفه في قطر، نشرت صحيفه الاخبار اللبنانيه تقريرا جاء في تفاصيله انه خلال زيارته العاصمه القطريه الدوحه حيث استقبله امير الدوله تميم بن حمد ورئيس مجلس الوزراء ووزراء فاجا رئيس حكومه تصريف الاعمال حسان دياب مسؤولين قطريين التقاهم بتقديم نسخ عن سيرته الذاتيه لكل منهم بهدف توفير عمل له بعد تاليف حكومه جديده وتوقفه عن ممارسه مهمات تصريف الاعمال التي يؤديها بالحد الادنى حاليا. واوردت الصحيفه ان ما قام به دياب اربك بعض الحاضرين في الاجتماعات التي عقدها والتي كانت مخصصه لطلب مساعدات للبنان وتحديدا لتمويل البطاقه التي تدرس الحكومه امكان تقديمها الى نحو 750 الف اسره كبديل من دعم السلع الحيويه جرى تداول الخبر بسرعه ولقى انتشارا واسعا ما استدعى ردا من المكتب الاعلامي في رئاسه الوزراء وجاء في البيان: تناولت احدى الصحف زياره الرئيس حسان دياب لدوله قطر الشقيقه بخفه في محاوله للاساءه الى مضمون ونتائج المباحثات التي جرت مع المسؤولين القطريين وفي مقدمهم الامير الشيخ تميم بن حمد ال ثاني بشان مساعده لبنان في هذه الظروف الصعبه التي يمر بها. يهم المكتب الاعلامي ان يؤكد ان ما ذكرته الصحيفه أسخف من أن يستحق الرد الجديد تواصلت مع مقربين إلى دياب فوضعوا الخبر في إطار الحرتأة والتشويش على الزيارة ووصفوه بالسخيف وفي محاولة للتأكد أن الحادث لم ترد حتى في إطار المزاح رد المقربون أنه إن جرى حتى المزاح في الموضوع فهو لا يعني شيئا جازمة أن الخبر لا أساس له ومعيب